أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم خير. ومع لقاء جديد في هذه اللقاءات المباركة، الطريق إلى الله. فيش أحسن من الطريق إلى الله، وما فيش أحسن من إنك أنت تعرف هدفك وإنت سائر إلى الله، وما فيش أحسن من إنك أنت تبقى عارف مين قطاع الطريق عشان تفلت منهم، ومين اللي ممكن يعينك في الطريق علشان تصاحبهم. ولقاء جديد في الطريق إلى الله، ولقاء اليوم، والزاد النهاردة الزاد العاشر له سمة خاصة في حياة كل البشر. ولعل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه لما قضى على خلقه هذا الشيء اللي هنتكلم عنه النهاردة، جعله طريقا للوصول إلى مرضاته. ودي يا جماعة جزئية من عطاءات ربنا لينا، إنه لما يكتب عليك حاجة ويفرض عليك حاجة بيجعلها هي اللي توصلك لربنا سبحانه وتعالى. البلاء، بلاء المصائب، أيوة، مالها البلاءات والمصائب؟ البلاءات والمصائب دي زاد يقويك ويغذيك وينور لك طريقك لتصل إلى الله وتدخل كمان الجنة. البلاء بل هو من أعظم الزاد الذي يوصل العبد إلى الله. تعالوا نأخذ الموضوع من البداية عشان كلامنا يكون مرتب ومنسق. هناك عدة حقائق بتتكلم عن البلاء. البلاء ده المصيبة اللي بتقع على العبد. البلاء هو الحاجة اللي العبد بيكرهها لما بتنزل عليه. البلاء هو الطريق اللي لو اخترقته، الطريق اللي لو مشيت فيه صح على طول وراء مباشرة تجد الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. صليت على الحبيب. القاعدة الأولى في البلاء بتقول إيه؟ كل الناس مبتلى. أنا عايزك تشاور لي على أي واحد في الدنيا مش مبتلى. بس عظمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة في البلاء أنه جعل البلاء مفرقا موزعا مختلفا. يعني أنت يبتليك في جسدك، والثاني يبتليه في ماله، والثالث يبتليه في أهله، والرابع يبتليه في إنجابه، والخامس يبتليه في شغله وعمله، والسادس وهكذا. بس كل واحد ايه؟ مبتلى. يبقى دي القاعدة الأولى، لا يوجد إنسان على وجه الأرض مهما كان هو إلا وهو مبتلى. ولذلك تلاقي حاجة غريبة أوي، الفقير أوي 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 مبتلى في مسألة الرزق، عنده خمس ست سبعة ثمان عيال ويدوب بيلاقي العيش الحافي يأكله العيال. واحد تلاقي عنده مثلا مصنع بعشرين ثلاثين أربعين مليون وتلاقي ما بخلفش. سبحان الله، المسألة مختلفة تماما. وبدأ بيشتكي من إيه؟ من قلة الفلوس وعنده كتر إيه؟ كتر عيال. والتاني عنده كتر فلوس وما عندوش إيه؟ ما عندوش عيال. سبحان الله العظيم. وبرضه فلسفة غريبة جدا، يقول لك إيه؟ واحد فقير صحته إيه؟ ما تقولش بومب بقى، ده صواريخ. ويأكل إيه؟ يأكل الزلط والحديد، مش لاقي حاجة يأكلها. دي مش لاقي حتى العيش الحافي يأكل. وتلاقي واحد إيه؟ ما شاء الله، يعني السفرة والترابيزة والطبلية والصينية قدامه فيها 15 20 سنتي. كان انت لو بصيت ليهم ما تعرفش اسمائهم ولا تعرف الوانهم ولا عمرك سمعت عنه، لكن ما يقدرش يمد ايديه في صنف واحد من المرض اللي عنده. غريبه جدا المساله دي يا جماعه. بلاء فلسفه كبيره وسنه عظيمه وقضاء ربنا لما بيقدره على العبد. ربنا حكيم قوي لما بيقدر حاجه معينه على ده بالذات وما يقدرهاش على ده بالذات. لان من فلسفه البلاء ان ربنا دايما بيبعت البرد على قد الغطاء، صح؟ برضو ربنا سبحانه وتعالى بيبعت البلاء على قدر تحملك، بحيث انك انت ما تفلتش من رحمة الله، والبلاء ده ما يكونش عليك كبير بحيث انك ما تفلتش
من دائرة الإيمان. القاعدة الأولى بتقول إيه بقى؟ كل الناس مبتلى. القاعدة الثانية بتقول إيه؟ البلاء يكون على قدر الإيمان وقربك من الله. لا أهدي غريبة بقى، مش أنا قلت لك في ناس بتقول إحنا بنحبك أوي يا رب أوي يا رب أوي يا رب، يوم يقول إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ طب أنا هعمل لكم اختبار صغير أوي. إيه هو يا رب؟ هبتليكم لكي أرى لما أنا ابتليكم حبكم هيظل زي ما هو وقربكم زي ما هو ولا هتبعدوا عني. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. الأنبياء لأنهم إيه؟ أقرب ناس لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم يبتلى الإنسان على قدر دينه وإيمانه. معقولة؟ رواية تالتة بتقول بقى قال صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه ضعفا خف بلاؤه. الكلام اللي انت بتقوله ده صح؟ بقولك قال رسول الله، تصدق ولا ما تصدقش؟ لازم تصدق، ودي بنشوفها بعينينا يا جماعه. يقولك ايه؟ والله انا ملتزم جدا وبصلي، والله انا بعد على الحرام ومش عارف الواد حصل له كده ليه، والله ده انا مش عارف ما باكلش الا حلال ومش عارف كل شويه اودي البنت للدكتور ليه، والله انا مش عارف انا يعني ماشي في الحلال وفي الخير وربنا يبارك وبساعد الناس كلها، ومش عارف الدقه دي جت على اولادي انا ليه. هو مش عارف ليه؟ لا لازم يكون عارف ليه، لان ربنا بيحبه، لان ايمانه قوي، لانه قريب من ربنا، لان الخير اللي عمله زود رصيد ايمان. فرصيد ايمانه لما يزيد لازم البلاء يزيد عشان الاجر عند ربنا يزيد. يقول ايه؟ الحمد لله. خلصت المساله. يبقى اول قاعده كل الناس مبتلى. ها القاعده الثانيه البلاء على قدر الايمان. القاعده الثالثه بتقول ايه بقى؟ بتقول حته حلوه قوي، بتقول ما بيبانش صبرك عند البلاء إلا في أول لقطة نزول البلاء. الصبر عند الصدمة الأولى. يعني إيه مثلا يا جماعة؟ يقولك إيه؟ جاله خبر إن الولد مش عارف حصل له إيه لما غير ذلك، أول ما جاله الخبر من هنا أو جاله الخبر من هنا راح لاطم أو شق جلبية أو صرخت أو صوتت أو قالت يا لهوي أو جزع، يعني يا رب مش معنى أنا ده هو الولد الوحيد، ده هي البنت الوحيدة، ده أنا اللي طلعت بيهم من الدنيا، والكلام اللي بيتقال ده كله. فالصبر عند الصدمة الأولى، يعني إيه الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني وإحنا قاعدين كده يروح حصل حاجة، أول ما تحصل حاجة دي إيمانك هو اللي بتحرك وبتكلم. فلو كنت أنت بينك وبين ربنا في صبر وفي رضا، يوم رد فعلك من أول لقطة بيكون إيه؟ راضي. وذلك هناك ربنا بيقول إيه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة لطموا، الذين إذا أصابتهم مصيبة جزعوا، الذين إذا اتكلمت من إذا الظرفية دي، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. كلنا ملكك يا رب، إنا لله، وكمان وإنا إليه راجعون. يعني حتى لو ابتليتنا هنا مش هيضيع أجر البلاء ده لما نرجع لك هناك. هي دي معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى القاعدة الأولى كل الناس مبتلى. القاعدة الثانية البلاء يكون على قدر الإيه؟ الإيمان ولا الفلوس؟ الإيمان ولا الصحة؟ الإيمان. خلي بالك القاعدة الثالثة بتقول إيه؟ الصبر يكون في أول لقطة عند الصدمة الأولى. القاعدة الرابعة بتقول كلمة جميلة أوي 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 أوي، كل بلاء، اسمع اسمع الحتة دي لأنها حلوة بقى، بس مش هسمعها لك إلا ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كل بلاء زمانه الذي وقع فيه، مكانه الذي حدث فيه، كمه الذي حدث به، كيفه الذي وقع به، لا يكون ذلك إلا بأمر الله وإذن الله. البلاء اللي بيقع عليك وقع عليك إمتى؟ قال لك يوم الخميس الساعة 6 المغرب. 6 وكم بالظبط بقى؟ 6:04. شفت الزمن ده؟ خلي بالك منه. وإيه كمان؟ والمكان فين؟ قال لك بالتحديد بالتحديد، وأنا لسه بحط المفتاح في البوابة بتاعت البيت. يعني المفتاح ما دخلش في البوابة. طيب يبقى دي الزمان ودي الإيه؟ وادي المكان. طيب الكم كان ايه؟ قال لك والله صباعي مش عارف اتزنق في ايه وحصل ايه. قال صباعك الهون؟ قال صباع السبابه ده، مش صباع تاني يعني. وادي الايه؟ ادي الكم. طب الكيف؟ الكيف ايه؟ قال لك نزلت 3 قطرات دم بالظبط. خلي بالك من التفصيل ده كله كده. الاربع تفصيلات دول يا جماعه بما هي عليه هكذا لا تحدث لك الا بامر واذن وتقدير وقدر الله. يعني ما تقولش اصل المفتاح اتعوج في ايديا، اصل الواد اداني مفتاح غلط، اصل انا اللي كنت متسرع، اصل دي بقى دي بتاعتنا، انما بتاعته هو سبحانه وتعالى. انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. الموضوع انتهى.
ولذلك ربنا ختم الجزئية دي يا جماعة في مسألة البلاء بقى، وقته وزمنه ومكانه وكيفيته وكمه وحجمه، ووقع لك انت مش على غيرك، وبعدين انت اللي فتحت مع ان مراتك كانت جنبك، لا ده الوادي اللي وقع مع ان اخوه كان سابق عنه في عتبة ليه ده بالذات؟ قال لك اسمع اللقطة دي، بيقول لك ايه، ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني ما فيش أي مصيبة صغيرة ولا كبيرة في الوجود كله تحصل لأي حد إلا موجودة في كتاب اللوح المحفوظ عند ربنا من قبل ما يخلق الخلق جميعا. قادر ولا مش قادر؟ سبحان الملك. يبقى لازم تفهم أول الجزئيات دي. ولذلك يقول لك إيه، أزوني ليه؟ مش معنى أنا ابن اللي انطرد من الشغل، مش معنى أنا ابن مش عارف اللي وقع من العربية وهو رايح المدرسة الصبح، مش معنى دي غلط مع تقدير الله سبحانه وتعالى، إنما نقول إيه، قدر الله ما شاء. ليه بقى؟ لأن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول أحد الصحابة إيه، بيقول له واعلم، كلمة واعلم تأكيد للي هيقوله بعد كده، واعلم أن ما أصابك أنت لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ده أنا كنت ماشي وبعدين من فوق من الدور الثاني وقع طوبة على اللي جنبي أنا، يا سلام لولا أن أنا ميلت صمت كده كانت هتقع علي، حتى لو ما ميلتش كانت برضو هتقع على اللي جنبك، لأن هي مكتوبة إن هي تقع على مين؟ على اللي جنبك. يبقى ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لذلك يقول لك إيه، يقول لك فلان الفلان يا أخي جوز حتة واحدة ما شاء الله، مش كنت أنا أسبق وروح أخذها أنا، تاخد مين يا ابني؟ ده النفس قدر، النفس اللي انت بتتنفسه قدر من الله سبحانه وتعالى. يبقى دي قواعد مهمة جدا في البلاء لابد ان احنا نفهمها واحنا بنتكلم على البلاء. واحد يقول لك انت عايز تقول من البلاء اللي بيقع علي، المصيبة اللي بتقع علي بتقربني من ربنا، بتوصلني لربنا، بتدخلني الجنة، بقول لك ايوه اسمع اللقطة الجميلة دي. قال العلماء فوائد البلاء اما ثواب، اما تطهير من ذنب، اما تنبيه من غفلة، اما تعريف بقدر نعمة. مين يقولهم الأربعة؟ فوائد البلاء ده ربنا بيبتلي العبد ليه؟ واحد ثواب، اثنين تطهر ذنب، ثلاثة تنبهك من غفلة أنت فيها ربنا بصحيح، أربعة بتفكرك بنعمة أنت نسيها وهي معاك. صليتوا على الحبيب. إما ثواب يعني البلاء اللي بينزل ده حتى لو مش عندك ذنوب خالص وهم يعمل فيك إيه؟ يديك أجر ويعليك قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. وإما تطهير من ذنب، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب أو نصب أو هم أو حزن، عارف إيه الأربعة اللي إحنا قلناهم دول تشكيلتهم كده؟ قال لك إيه، دخلك غم، دخلك هم، وإنت واقف في الصلاة كده حسيت إن ظهرك تعبك شوية، وإنت واقف حسيت إن رجلك تعبك شوية، أو ده نصب أو وصب، نصب أو وصب يعني تعب في الجسم يعني، أو هم أو حزن ده تعب في الإيه، في النفس من جوه أو في القلب، أو شوية غم يجولك، حاجة غريبة أوي بتحصل كده، يقولك إيه، يقولك الحوافز مش هتيجي على العيد، تقوم أنت تعمل إيه؟ تزعل. خلي بالك الزعل ده ربع ساعة لغاية ما الصراف يجي ويقولك لا 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 ده الخبر ده إشاعة، إن شاء الله الحوافز جاية، وكمان إيه؟ جاي النص شهر اللي الوزير قال عليه. النص ساعة يا جماعة الهم اللي حصلت لك دي وانت عملت قاعد تفكر طب مين حافظ ده مش جاية، الميتين تلتمية جنيه دول كنت هجيب بهم للعيال كذا، هجيب كذا. النص ساعة دي بترفع درجتك عند ربنا، النص ساعة دي هم دي بتكفر من ذنوبك عند ربنا سبحانه وتعالى. معقولة؟ قال هو مين اللي قدرها؟ الله. يبقى هو يتصرف فيها بقى وهو يعطينا عليها الأجر سبحان الملك. خلاص يا جماعة، يبقى إما ثواب وإما تطهير من ذنب وإما تنبيه من غفلة. يعني كان بيهم غفل، واحد بقى عايش بالدراع كده وعايش وخلاص مملكة يعني، بياكل ويشرب وماشي والدنيا رايقة والدنيا تمام، ويطلع بره ويدخل جوه ويجيب فلوس ويبني ويشتري أراضي وعقارات ومحلات وما غير ذلك، والدنيا سالكة معاه، يوم ربنا بيحبه يوم يعمله إيه؟ يخلي مراته تنكد عليه. قال لا ده الدنيا رايقة يا جماعة، ده أنت مش محتاجة حاجة، ده الفريزر فيه اللحم والخضار موجود والمصاريف موجودة وقاعدة مش عارف في فيلا، عايز إيه تاني؟ مفيش حاجة. المشكلة انك مش واخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى بيصحيك في غفلة الدنيا اللي انت عايش فيها، لان الفلوس في البنك والعيال تمام، فانت في حالة ايه؟ نوم وتوهان وغفلة، فربنا اراد ايه؟ يفوقك. قليل ما تقول يا رب، قليل ما تقول ارحمني يا رب، فربنا سبحانه وتعالى يريد بفضله وكرمه يصحيك من حتة الغفلة دي، فبيبعت لك بلاء يعمل فيك ايه؟ ينعشك، ها؟ فوقك.
ربنا ولله المثل الاعلى يا جماعه بيبعت البلاء لبعض الناس الغفلانين عشان يعمل فيهم ايه؟ يفوق. يقوم لما يفوقوا يرجعوا له. يبقى بيفوقك لصالحك ولا ضدك؟ لصالحك انت. اربعه، قال لك ربنا بيبعت البلاء عشان تعرف قدر نعمه عندك انت اصلا مش واخد بالك منها. سبحان الله العظيم، واحد يقول لك ايه، عشت 40-50 سنة ما اشتكيش بدرسي، جيت في ليلة ما نمتش من درسي، ساعتها بس عرفت قيمتك يا درسي. ما بقول لك غناها، لانه اصلا نعمة نايم عنها، نعمة اصلا مش كانت لافتة نظره، فربنا ابتلاه في الحتة دي عشان يقول له شفت النعمة دي، شفت قيمتها حلوة ازاي، وهي حتة درس ممكن يتشال ويترمي، لانه في حاجات في جسمك ما بتتشالش ولا بتترمي، فلازم دايما تدنك فاكر ان هي نعم من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. بعض الاحاديث اللي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام ان الانسان ببلاء ربنا سبحانه وتعالى عليه لو صبر وتعامل مع البلاء صح يوصل لربنا، يسير بسرعة في طريق ربنا، يسير بسرعة حتى يدخل جنة ربنا سبحانه وتعالى. اسمع معي نظر الله وجهك هذه الاحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كلمة فكان خيرا له يعني حاجة بتوصله وتمهد له الطريق للوصول إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إيه معنى الحديث ده يا جماعة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى واحد خلف ولد واثنين وثلاثة وإلى غير ذلك، فيجي ربنا قدر وقدر أن الولد ده يموت، فصبر واحتسب وقال أنت وبس يا رب، ماليش غيرك يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم ربنا يقول إيه؟ صبر على البلاء الشديد ده، مالوش ثواب عندي الا انه يدخل الجنه، لازم يدخل الجنه. سبحان الملك، بلاء يجي وراه صبر يوصلك للجنه على طول. قال صلى الله عليه وسلم في الاعمى بقى، الاعمى اللي هو فقد بصر يعني، قال الله تعالى: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني اللي هم ايه، حبيتين عينيه، يعني اخذ نور عينيه يعني واخذ بصر يعني، اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. لو صبر. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الطاعون، مرض الطاعون الخطير ده، نسأل الله أن ينجينا يا رب العالمين، فقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، كان نوع من أنواع العذاب، ربنا يسلطه على قرية ولا قوم مظالمين ولا كافرين ولا جاحدين، يقوم يخلص عليهم في خلال أيام الطاعون ده، فجعله الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين، فليس عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد عند الله. بلاء صبر عليه وصله لفين؟ أنا بس بدلل لحضرتك من خلال الطائفة من الأحاديث دي إن البلاء اللي بيقع عليك كل ما تصبر عليه وصلك فين؟ ها، وصلك في طريق ربنا، زادك للوصول إلى الجنة، زادك لدرجات العلى من الجنة. حديث رائع، أو الحديث ده خاص بالسيدات. حديث بيقول إيه؟ امرأة سوداء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله إني أصرع، يجي لي حالة صرع، وقع على الأرض واتنفض وما بحسش بنفسي، وأثناء الصرع ده أنا أتكشف، جسمي بتعرى كده وجسمي بيبان، فادعو الله تعالى لي، ادعوا لي يا رسول الله ان ربنا يشفيني. فرد على النبي صلى الله عليه وسلم لها حته حلوه قوي، قال لها صلى الله عليه وسلم: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله لك. تختاري ايه انت؟ تختاري ايه؟ نسال الله ان يرحمنا وان يعافينا يا رب. بس شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم الفلسفه الجميله، بيقول ايه؟ ان شئت صبرت على البلاء ده ولك الايه؟ ولك الجنه. بلاء يوصل الجنه على طول، او ان شئت دعوت لك، لكني أتكشف، بيظهر حتة من جسمي، وأنا إنسانة حرة وعفيفة ومؤمنة وبخاف من ربنا. طيب أنت حرة وعفيفة ومؤمنة وبخاف من ربنا، وحالة الصرعة دي بتجيلك ما بتحسيش بنفسك ولا كده، ربنا يعفو عنك، فيش مشكلة. إنما برضو لا، أدعو الله لي يا رسول الله ألا أتكشف، مش تدعو أنه يشفيني، أدعو أن إيه؟ ألا أتكشف.
بدي درس كبير قوي 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 لأمي ولأختي ولبنتي ولزوجتي ولكل النساء حبايبنا، بديهم درس راقي جدا. ازاي الست دي وسودة، ازاي الست دي وعندها صرع، ازاي الست دي وساعة ما بتتكشف مش بتكون حاسة بنفسها ومع ذلك خايفة من ربنا، خايفة الناس يشوفوها. امال اللي بتكشف جسمها برغبتها ومزاجها دي ربنا هيعمل فيها ايه؟ اللي بتلبس الحاجات الضيقة وتبين جسمها وتبقى فتنة للناس دي ربنا هيعمل فيها ايه؟ البلاء يا جماعة يوصل لجنة ربنا سبحانه وتعالى. الرسول بيقول لها ايه؟ لا تصبري وليك الجنة. قالت له ايوه اصبر وايوه نفسي في الجنة وايوه البلاء ده هيوصلني للجنة بس ما اتكشفش. شفت الحياء وشفت الجمال سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني لو ربنا بيحبه يعمل فيه ايه؟ يديله شوية كده، شوية دول ليه؟ عشان يعلوه وينظفوه ويرقوه وينقوه. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء. يعني كل ما البلاء كان زايد كل ما الجزاء عليه والفضل عليه من ربنا والدفعة اللي توصلك للجنة كانت زايدة هي كمان، دي مناسبة لدي. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. يروح لربنا ايه؟ نظيف. يبقى خلف شوف كأن البلاء بيعمل ايه يا جماعة؟ عارفين انتوا المساحة؟ البلاء بيسبقك في طريقك لربنا سبحانه وتعالى، بيمسح لك الطريق، بينظف لك الطريق علشان تروح لربنا نظيف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته بالمرض. يعني احنا بنصلي الترويح وبعدين إجا واحد ما جاش النهاردة عشان ايه؟ تعبان في البيت. التعب ده والبلاء ده مين اللي نزله عليه؟ مين اللي قدره ليه؟ الله سبحانه وتعالى، فما جاش. فالملائكة بقى اللي بتحبك، اللي بتحب الإنسان ده بقى، تقوم تقول: يا رب فلان الفلاني ما راحش يصلي التراويح في مسجد الرابعة مع الشيخ مصطفى، يا رب إن عبدك فلان قد حبسته أي بالمرض. فيقول الرب عز وجل: اختموا له على مثل عمله حتى يشفى أو يموت. يعني ايه يا جماعه؟ يعني اكتبوا له اجر زي الاجر اللي كان بياخده في كل يوم بروحه لصلاه التراويح في المسجد كانه راح بالظبط، حتى لو قعد في البيت يومين ولا ثلاثه ولا اربعه طالما تعبان اكتبوا له اجره حتى يشفى من مرضه او ايه؟ او يموت. معقوله البلاء حلو كده وممكن يوصل لربنا كده؟ قال لك ايوه. اسمع اخر لقطه بقى في لقاء اليوم، بيقول لك: ياتي الناس يوم القيامه. في ناس ياتوا يوم القيامه اللي أصيب بمرض السرطان، نسأل الله العفو والعافية يا رب، اللي جاله فشل كلوي، اللي كان عنده خمس ست سبع عيال ومرتبه ضعيف جدا 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 جدا، اللي كان عنده مشاكل كتير جدا، اللي عنده هموم كتير جدا، اللي كان أقرب الناس إليه بيحاربوه زوجته أو عياله أو أرحامه أو جيرانه أو إخواته أو الناس اللي الرؤساء عنده في الشغل، مشاكل كتير. في ناس أصحاب بلاء شديد شديد جدا، يوم يجوا يوم القيامة الناس دي تتجمع يوم ربنا سبحانه وتعالى، كأنه سبحانه وتعالى ينادي: يا ملائكتي أين الذين أجرهم على الله؟ أين الذين أجرهم على الله؟ فلا يقوم ليلبي هذا النداء إلا الصابرون على البلاء. ده اللي أجره على مين؟ على الله. مش ربنا قال هناك: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان الملك، ومين اللي هيديهم الأجر؟ الله سبحانه وتعالى. فينادي: أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم أصحاب البلاء. فربنا سبحانه وتعالى ينزلهم منازل لا تخطر لأحد على بال، دخلهم الجنة ويضعهم في منازل بدون فضل وجزاء لا يخطر لأحد على بال. يقوم الناس اللي كان بلاءهم ضعيف في الدنيا يتمنى أصحاب العافية أن كانت جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض ليصلوا إلى ما وصل إليه أهل البلاء عند الله في الآخرة. اللي هو كان سليم ده يبص بقى للرجل اللي جاله مثلا والعياذ بالله فشل، ولا جاله مش عارف مرض إيه ولا مرض إيه ولا غير ذلك، وبعدين ربنا رفعه أوي 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 في الجنة، يوم يبص كده ويقول: يا هو اللي حصله ده حصله في كم سنة؟ يعني هو البلاء اللي جاله ده والمرض اللي جاله ده قعد معاه قد إيه؟ 10 سنين 15 سنة، إنما بسبب البلاء ده
شفت وصل فين عند ربنا بسبب البلاء ده، شفت منزلته بقت ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك تحب البلاء لما ينزل عليك لحبك للذي قدر عليك البلاء. انا عايزك تعلم ان البلاء لما ينزل وتصبر عليه وتحتسب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، تعلم يقينا ساعتها ان البلاء ده هيشيلك ويكون زادك لغايه ما توصل لرضا ربنا، لجنة ربنا، لرحمة ربنا. الزاد بتاع النهاردة كان هو الزاد العاشر في زاد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وما أروع ما يلفت ربنا أنظارنا في جزئية لطيفة في القرآن الكريم، يقول لك إيه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولا علينا. طب هو البلاء ده لنا ولا علينا؟ المؤمن بقى دايما يقول ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله ها لنا ولا علينا. هو المفروض علينا، يعني وقعوا علينا ونزلوا علينا، انما ده ربنا بيلفت نظرنا في الايه بالحرف ده اللي هو لنا ده، كان ربنا عايز يقول لنا سبحانه وتعالى البلاء اللي بينزل عليك لصالحك، البلاء اللي بينزل عليك في ميزانك، البلاء اللي بينزل عليك عشان ينور لك طريقك لتصل إلى الله. فلما ينزل البلاء ما تزعلش. كان أحد الصالحين لما يعدي أسبوع ولا يبتلى يزعل قوي، يقول له زعلان ليه؟ يقول لأنني لم أبتلى. يقول له في حد بفرح للبلاء؟ فيقول لأنني حين أبتلى أعلم أني قريب من الله. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، اللهم قربنا منك وإليك، اللهم قربنا منك وإليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.